السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وحضراتكم طيبين وانتم بخير وبصحة وسعادة. طبعا بعد انقطاع بقالي أكتر من 20 يوم ما كانش عندي فرخ واحد، الحمد لله جبنا دفعة ولسه واصلة بالسلام. داسم منهجين عمر يوم. طبعا احنا جايبينهم علشان نجرب فيهم شوية حاجات كده عايز اجرب. اول حاجة هنعمل تجربة العيش التاني، بالتأكيد هنعمل تجربة خلطة الحمام على السمان من عمر 3 ايام 4 ايام، 50% و50% على ان شاء الله. برضو في فول صويا انا حطيته ليهم من عمر يوم، 10 جرام على الكيلو، مش هنكتر بحيث ان هو يرفع معانا البروتين شوية. هنعمل عليهم برضو تجربة تانية، درع وجة، يعني في كذا تجربة عايز انفذها، بس اللي هو الاكيد اللي هنعمله تجربة العيش، تجربة خلطة الحمام، وتجربة العلف. طبعا العلف عمال يرفع كل شوية، مش عارفين هو رايح لحد فين. كيلو دلوقتي عدى 12.5 باين، او 12.5 في الحدود دي، فالعملية كده ايه مخرفة خالص اليومين دول في سعر العلف. وعايزين نعرف حسبة السمام بقى، نشتغل فيه ونكمل ولا نبطل ولا ايه دنيته بالظبط، عشان كده احنا مش عارفين تكلفته عاملة ايه معانا ولا عارفين دنيته فيها ايه. فان شاء الله الدورة دي هتبقى دورة مظبوطة كاملة من عمر يوم لحد عمر الذبح. كل يوم ان شاء الله هراعي ان انا انزل فيديو على الجديد اللي هنعمله فيه ان شاء الله. طبعا هم لسه مصدومين عشان لسه جايين من شوية كده، ويا دوبك بس حطيت لهم مية بمحلول جفاف، وطبعا هم لسه ما خدوش على المكان، يعني راهبين المكان. طبعا زي ما تعودنا احنا بنستقبل السمان اول ما بيجي على محلول معالجة جفاف لمدة ساعتين، وبعد كده بنغير المية وبيبدأ نحط له مضاد حيوي والف دال 3 ه اول 3 ايام. بس انا طبعا مش هبدأ الدورة بالالف دال 3 ه وبالمضاد الحيوي، انا بدأت اجيب خل تفاح، ناوي ان انا ابدا معاهم خل تفاح اول 3 ايام، ومش هحط معاهم اي ادويه. طبعا دول برضو لسه لامين على نفسهم كده، كشين شويتين مش واخدين على المكان، عمال اقلب فيهم كده يفوقوا شويه. بس هم الحمد لله يعني بعد ما خلصت الفيديو والكلام ده وقفلت الباب بداوا يفوقوا يعني، ومفيش اي مشكله فيهم الحمد لله. طبعا لو في بقى حد عند حضراتكم عايز يجرب حاجة معينة، انا طبعا محتار مش عارف اجرب ايه بالظبط. هم العدد حوالي 200 جوز، في 100 طالعين منهم متباعين على عمر 10 ايام، والعمر الباقي وال100 جوز الباقيين ناوي ان انا اعمل تكلفتهم وناوي ان انا اظبطهم شوية. السمان طبعا يا جماعة فايق معايا، انا طبعا بشوف السمان بعرف ان كسلان تعبان في اي حاجة، بس بسم الله ما شاء الله الله اكبر، السمان رايق جدا مفيش فيه اي مشكلة خالص، ومسألة بس ان هو ياخد على المكان وبعد كده هو هينطلق لوحده. الصلاة على النبي، زي ما احنا شايفين كده السمان معانا رايق مفيش اي حاجة فيه. طبعا لو انت اول مرة بتتفرج علينا، اتمنى ان انت تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس علشان يصلك كل جديد ان شاء الله. في تجارب كتير بنعملها، في حاجات كتير هنعملها الايام اللي جاية باذن الله، اتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله. السمان لازم يتحضن على درجة حرارة مش اقل من 35-36. طبعا مفيش تهوية اول 3 ايام يا جماعة، عشان بس يجمد كده ويقف على حلو، وبعد كده نبدأ نهوله المكان سنة سنة. وبالنسبة لي ان انا حاطط في السنة دي، فهو كده كده يعني مفيش طيار هوا في الأوضة عندي، غير بس لما بفتح الباب بس واقفل الباب ومفيش طيار هوا عندي.
طبعا مبسوط جدا النهاردة اني دخلت دفعة. الواحد كان تعبان الفترة اللي فاتت ديت قوي، والعملية كانت مخرفة في كل حاجة، حتى الفقاسة عندي عطلانة برضو لسه ما صلحتهاش، جبت لها شوية حاجات كده وما اشتغلتش معايا لسه. ان شاء الله هنشتغل في السمان البيور اللي عندنا، احنا كبرنا قطيع البياض وهننزل فيديو عليه برضو الايام اللي جاية. ولو حد عنده اي استفسار في اي حاجة، سواء قطيع البياض او السمان الهجين او اي حاجة، يا ريت يكتبلي في الكومنتات، وانا على قد معلوماتي هقدر افيدك. ما عنديش مش ما عنديش المعلومة اللي افيدك بيها، ممكن اسألك وارد عليك فيها برضو، ما فيش اي مشكلة. طبعا يا جماعة احنا بنقول السمان بياكل علف ناعم بروتين 23%، ولازم يطحنه في الخلاط او في الكبة علشان يبقى بودرة. احنا هنا يا جماعة طبعا انا حضرت الميزانة ديت علشان بوزن بيها العلف اللي هأكله لهم علشان اعمل الحسبة بتاعته، بوزن العلف يوميا. وهنا الطبق الاطباق اهي فيها العلف، وهنا طحنه بودرة يا جماعة، بودرة، مفيش فيه حباية كبيرة، علشان اضمن ان الكل ياكل ومفيش فيه اي مشكلة. هنا بقى نبدأ نحط لهم الاكل ونشوف كده ايه الدنيا فيه. طبعا اول ما بفتح الباب بيجري عليا، عايز يقع على طول، عايز يطلع بره. طبعا يا جماعة التحضين في الصناديق طبعا بالنسبة لي انا مستريح فيه، ما بعرفش اربي في الارض. انا التحضين في السمان بالذات ما بحبش اربيه على الارض عشان مش هعرف اظبط له الحرارة بتاعته. السمان زي ما احنا عارفين بياخد حرارة كبيرة، بياخد حرارة عالية، اما الصندوق فهو بيظبط لي الدنيا. طبعا بالنسبة لللمبة اللي متركبة ديت، دي لمبة 25 واط مش اكتر، يعني مش 100، يعني عشان خاطر الجو حر والكلام ده. ده هي لمبة 25 واط يا دوبك، بس عاملة اضاءة كده، والجو في الاوضة اصلا حر. هنا السمان فايق الحمد لله معايا، مفيش اي مشكلة خالص. طبعا يا جماعة وزن السمان عمر يوم عامل 10 جرام بالظبط، وزن السمان عمر يوم عامل 10 جرام. هنوزن دلوقتي ونشوف هو عامل كام، علشان احنا هنحاول نوزن كل يوم ان شاء الله، بحيث نعرف برضه هو بياكل قد ايه وبيحول معانا قد ايه. وهنا الميزانة اهي 10 جرام. الميزانة ديت ما بتجيبش غير 10 و20 و30 و40 والكلام ده، ما بتجيبش كسور. فاحنا هنقعد نوزن كده كل كام يوم لحد ما ايه نشوف السمان هيطلع معانا كل قد ايه قد ايه. طبعا اتمنى ان الفيديو يعجب حضراتكم، واتمنى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس عشان يصل كل جديد. شكرا لحضراتكم.